على باب الريان مع الدكتور محمد المحتسب برعاية حلاوة وطحينية المجد. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في وقفة على باب الريان نستذكر بها رسالة الخير والعطاء، رسالة المحبة والبناء. ونحن نعيش يوما آخر من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر القوة والانتصارات الإسلامية. عزيزي المستمع، الحياة صراع لا يفوز فيها إلا الأقوياء، والقوة ضربان، قوة مادية وقوة معنوية. ومن مبادئ الإسلام أن القوة المادية وحدها قد تنتصر، ولكن انتصارها لن يكون طويلا ولن يكون مفيدا. يقول تعالى في محكم كتابه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والقوة المعنوية وحدها دون سند من القوة المادية لا سبيل لها إلى النصر والظفر. والسبيل الوحيد والصحيح إلى حياة كريمة سعيدة أن تتضافر المادة مع الروح. والصيام الذي فرضه الله على المسلمين فيه الجمع بين القوتين جمعا رائعا منسجما يؤتي أحسن الثمار، فهو من الناحية الصحية قوة للجسم، يدفع عنه كثيرا من الأمراض ويشفي كثيرا من العلل. وهو من الناحية المعنوية يعطي المسلم ثلاث قوى معنوية لها أكبر الأثر في سعادة الأفراد والجماعات، وهي الصبر والطاعة والنظام. أجل، هذه هي الأخلاق الرئيسية التي يغرسها الصيام في نفس المسلم. وبهذه الأسلحة المعنوية خاض المسلمون معركة بدر الكبرى ضد الكفر والطغيان. فالمسلمون 300 الذين انتصروا في بدر كانوا عربا ككفار قريش الذين بلغ عددهم في بدر 1000، والسلاح الذي في أيدي 1000 كان أكثر وأوفر منه في أيدي القلة المؤمنة، ولكن هذه القلة كانت تملك من قوة العقيدة وقوة الخلق وقوة الروح ما لا يملكه كفار قريش، فانهزموا هزيمة سجلها القرآن كمثل رائع يدل على ما تستطيع القوة المعنوية أن تحرزه من نصر على القوة المادية. وهكذا عزيز الصائم، لا تنس وأنت تصوم رمضان أن الله يريد أن يجعلك بالصيام مثال القوي الأمين للضعيف المهزوم. وغدا لنا لقاء مع وقفة أخرى إن شاء الله، مع تحيات محمد المحتسب. على باب الريان برعاية حلاوة وطحينية المجد. طحينية المجد، زاكي عن جد.